أمل ارفعي شوي من عندك بنتي. يلا طلعوا من محلي بسرعة. أيرو البيك اهدى شوي. كيف بدك يعني اهدى؟ مو عيب تساووا هيك؟ تلهوني وتضيعوا لي وقتي على الفاضي؟ يلا خذوا غراضكم وفضوا هالمكان بسرعة. أيرو البيك طول بالك، أنا بحل الموضوع، أنت اطلع. خير إن شاء الله، شو اللي صاير؟ قدير ما إجا لعند كاتب العدل، صار لنا ساعتين عم نستناه وما إجا. كيف يعني؟ ما أخذ لكم المصاري؟ لا والله، ما عم بيرد على اتصالاتنا، وبعد يلي سواه مستحيل نقنع السيد أيرول. الرجال عصب وضايق كتير، مثل ما قال، فضوا المكان بسرعة. استنوا لأتصل بقدير. عندي شغلة بخبرك بعدين. إن شاء الله خير ابني. بس قال ما رحت لعند كاتب العدل، إجا صاحب المطعم وطلب إنه نطلع من هون. إيه والله مرت عمي، التغى الموضوع. لازم سكر هلأ، نحكي بعدين. ماشي ماشي ابني، مثل ما بدك. عم يقول التغى الموضوع. والله كنت متوقع، كنت اندهشت لو ما التغى. شو سويتي يا جميلة؟ انتي بتعرفي شو سويتي فينا؟ أنا بعتذر قدير، أنا بعتذر كتير، بترجاك لا تعصب علي. كيف بدك ياني ما عصب عليكي؟ مانك شايفة حالتك؟ كان ممكن السيارة تمشي فوقك، كان ممكن تموتي. شو يلي صار؟ لمين عطيتي المصاري؟ خلاص لا تبكي، أساساً أنت مجروحة، لا تتعبي حالك. كانت أختي. أنا ما بعرف الرجال. أعطيتيهم لأختك؟ هي عم تشتغل هنيك غصب عنها، لأنه في علي دين للمدير، فكرت أني رح أنقذ أختي إذا أعطيتها المصاري، وبعدين منأسس حياة جديدة أنا وياها مع بعض. كبرت وأنا عم بحلم بهالشي، هادي اللي كان يواسيني بحياتي. بس هي راحت وتركتني مرة تانية، أخذت المصاري وهربت مع هداك الرجال. بس أنتو معكن حق شو ما قلتو، انتو ما سويتوا لي شي غير انكم ساعدتوني. بس انا بستاهل عقوبتي شو ما كانت. قالوا انه الشرطة رح تجي وتاخد افادتي، ورح احكي لهم كل شي صار. رح قلن اني سرقت المصاري كمان. لازم اتعاقب على عملتي لاني بستاهل هاد الشي. جميلة تعالي. انتي ما رح تحكي شي لأي حدا. استنيني هون ماشي. قدير ابني. قلت عليك، شو صار؟ لقيت البنت؟ ايه لقيتها يا عمي، نحنا بالمشفى هلا. بالمشفى؟ شو صار؟ انت منيح؟ أنا منيح عمي، لا تقلق علي، بدي أطلب منك شي. طلب شو ما بدك. بصراحة الأمور تعقدت كتير، وجميلة ما أنا بوضع منيح. أنا رح أحكي لك كل شي بعدين،
بس رجاء لا تحكي اللي صار لأي حدا بالبيت. ماشي ابني، ما رح أقول لحدا، مثل ما بدك. شكرا لك عمي. انت ما سرقتي المصاري، انا اللي طلبت منك تجيبي الشنطة، بس اختك والرجال اخذوها منك وهربوا. هادي اللي رح تقولي للشرطة، فهمتي؟ كلامي مفهوم؟ Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.